les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur, garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres. أحييكم من أرض المونديال، مونديال قطر 2022 الذي شهد الكثير من الأحداث المتتالية خلال ال 48 ساعة الماضية. غبت بسبب المرض، وكانت زائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، ولكن ومع هذا كنت أتابع المنتخب المغربي الشقيق الذي استطاع أن يتجاوز دور 16 ليصل إلى دور الثمانية، وهو أول منتخب عربي استطاع أن يحقق هذه الخطوة التاريخية، واستطاع كذلك أن يقصي منتخب أسبانيا المرشح بكاتبته المحترفة ونجومه الكبار، استطاع أن يصل إلى دور الثمانية وهو فريق ليس مرشحا. منتخب المغرب الذي يقوده وليد الركراكي الذي قاد هذا المنتخب واستلم تدريب هذا المنتخب قبل المونديال بثلاثة أشهر، قدم منتخبا عربيا نموذجيا يلعب كرة قدم حقيقية داخل الملعب، من أجل أن يبرهن للجميع بأنه يستطيع أن يقدم مستويات كروية عالية في مونديال قطر. كل التحية لهذا المنتخب الذي أبهر الجميع ووصل زائره إلى أقصى الحدود، واستطاع أسود الأطلسي أن يقولوا كلمتهم في مونديال قطر.